محمد الديب عمل في بداية حياته الفنية مع الفنان نجيب الريحاني في فرقته، وانتقل لمجال السينما في منتصف الثلاثينات من خلال عشرات الأدوار المساعدة، والذي يعتبر أحد أهم الفنانين المشهورين، ولكنه لم يتمكن من تحقيق شهرة واسعة بسبب توقفه عند الدور الثانوي، فضلا عن تألقه المسرحي أكثر من تألقه في السينما. ولسوء حظه لم يكن التسجيل قد عرف خلال تلك الفترة، كما أنه يعتبر من الوجوه المألوفة في كلاسيكيات السينما المصرية، وقد لقبه الجمهور بالشرير خفيف الظل ذو الشارب المميز، كما أنه تميز بأدوار الشاب الذي يجري وراء المرأة، لذلك أطلق عليه اسم المعجباني. الفنان محمد الديب من مواليد 4 أكتوبر عام 1908 في مدينة طنطا، واسمه بالكامل محمد حسن الديب. بدأ حياته الفنية مع نجم الكوميديا الراحل نجيب الريحاني، حيث كان عضوا بفرقته المسرحية وشارك في عدد من المسرحيات، منها 30 يوم في السجن إلا خمسة مع نجمة الكوميديا الراحلة ماري منيب والفنان عادل خيري، واستمر بالفرقة حتى بعد وفاة الريحاني، ثم عمل مع الفنان أمين الهنيدي وقدم معه 4 مسرحيات كان آخرها في عام 1971. وفي السينما بدأ الفنان محمد الديب عام 1936 في فيلم بسلامته عايز يتجوز والمعلم بحبح، وتوالت بعد ذلك أدوار مختلفة وتخصص في دور الشرير رغم خفة ظله الملحوظة. وبعد عام 1971 اعتزل الفنان الديب التمثيل، وكرمته الدولة في عيد الفن في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل بعيدا عن السينما والأضواء إلى أن توفاه الله بعد 8 سنوات، ويقال أنه عانى من الزهايمر فقرر حينها ترك الفن. أما عن حياته الشخصية، فتزوج الفنان محمد الديب في بداية حياته من الفنانة إحسان الجزائرلي، وذلك في عام 1938، والتي كانت تكبره ب3 سنوات، وتكمن المفارقة هنا في تقديمها لدور أمه في فيلم لو كنت غني، وذلك عام 1942، وهما متزوجان بالفعل في الحقيقة، لذلك تناقلت الأخبار وقتها بأنه تزوج من والدته. وبعد وفاتها بمرض التايفويد عام 1943 تزوج من الفنانة جمالات زايد، والتي نالت شهرتها في دور المرأة الحشرية، وهي خالة الفنانة الراحلة معالي زايد، وكانت تعمل معه في فرقة نجيب الريحاني. قدم الفنان محمد الديب خلال مسيرته الفنية سلسلة كبرى من الأدوار الممتعة والخفيفة تخطت 140 عمل فني، ومن أشهر أعماله السينمائية سلفني 3 جنيه، كدب في كدب، حسن ومرقص وكهين، أحمر شفايف، الأستاذة فاطمة، أبو حلموس، نجف، شمشون الجبار، المعلم بلبل، سيدة القطار، حكم قرقوش، نهارك سعيد، إسماعيل ياسين في متحف الشمع. أما على خشبة المسرح فقدم الديب محدش واخد منها حاجة، الدلوعة، الستات لبعضيهم، إبليس وشركاه، اللي يعيش يا ما يشوف، حماتي، بوليس دولي، يا ريتني ما اتجوزت، الدنيا لما تضحك، حكاية كل يوم، عشم إبليس، عبود عبده عبود. كما شارك الفنان محمد الديب في مسلسل واحد وهو الرجل ذو الخمسة وجوه، وذلك عام 1969 مع الفنان صلاح ذو الفقار، وقدم عدد من المسلسلات الإذاعية ومنها معيط أفندي، المرأة الأخرى، شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت آخر أعماله الفنية مسرحية حسن حسنين حسونة عام 1971 بمشاركة الفنان أمين الهنيدي.